لقوا عليه الكي بي سي. شوف ابو نايف احنا نبي نشكل لجنه الحين. عفوا هذه اللي صارت بالوفره في انسيدنت الفيتاليتي، احنا شكلنا لجنه والحين رئيسها فلان، كان ايامها ابو يوسف كان موجود بالكي او سي وهو راح يصير، واحنا شكلنا اللجنه وماني عارف ايش وكذي وكذي. قلت انت شكو؟ انا طبعا قاعد اكلم شخص امون عليه وهو منصب ام دي بالكي بي سي كان ويانا يعني. قلت له عفوا انت شكو؟ انت كي بي سي شكو؟ انت شكو انت تشكل وتحط لك لجنه وتحط تجيب لك من الكي كومبانيز تجمعهم وتحط لك انت شكو؟ هذا يبقى بالوفره في شريك وياي. انت شكلت لجنه انت بروحك وحطيت عليها رئيس ابو يوسف وطلع قرار ان التيم ليدر مال ساك وهو سبب المشكله، شلون انت بتفصله؟ منو انت تفصله؟ انت مو شغلك يعني. تعرف اللي بدأوا يراجعون عمرهم شو السالفه؟ تعال صح احنا ليش كنا نسوي كذي احنا؟ قلت يا جماعه الكي جي او سي لها خصوصيتها، ما لها شغل بالاذر كي كمبانيز. تصير انسيدنت بالخفجي، البيان اللي يطلع من العمليات المشتركه بالخفجي، الانسيدنت تصير بالوفره تطلع من العمليات المشتركه بالوفره. انا شكو اطلع؟ انا املك نص الحلال. انا لو اطلع بيان الشركه بيزعل، بيقول ايش قاعد تطلع بيان انت؟ على كيف قاعد تطلع بيان؟ ناقشني، حاكيتني، قعدت وياي، سولفت وياي عشان اطلع البيان، ولا خبط لزق يلا منو الاسرع اللي يطلع بيان؟ هي مو سبق صحفي، هي ما هي شطاره، هي سبق صحفي. انا انزلت بيان الحمد لله وبريت ذمتي. لا، اعرف النظام اول شيء، اعرف نظام الشركه شو صاير. فاعيد واكرر خصوصيه الكي جي او سي توتالي ديفرنت.